طب يا جماعة، تويوتا هايلندر موديل 2020، المكيف شوفوا حاط الهواء على أعلى درجة، تمام؟ يمكن تسمعون صوت الهواء، لكن شوفوا بالفايل، شوفوا هذا الفتحة اللي يسار الفليشر اللي جات الساق، شوفوا كيف الهواء، شوفوا هنا، هنا الهواء قوي جدا وممتاز، بينما هنا الهواء ضعيف جدا. صاحب السيارة يقول قد صارت له سابقا، فصلت البطارية وشبكتها رجعت الله، ورجعت صارت لك مرة ثانية وما زبطت معك. برضو مرة عندنا المركز والشباب حاولوا يبرمجونها له وما زبطت، فحصلتها بالكمبيوتر، شوفوا الأكواد اللي موجودة عنده، أنه في عنده خلل في السيرفو موتور، تمام؟ وعنده في خلل أنه في قطع اتصال مع الكنترول حق المكيف الخلفي. لما سألته قال لي أنا فاصله عشان الأطفال. أقول له تويوتا ما في كنترول تقدر توقفه من هنا؟ صدقني رير كلايمت في، من هنا تتحكم في اللي وراها، زود الهواء، فليش تروح تفصل؟ ترى من هنا توقف التحكم من الخلف. ما ادري انا عندي في الفورد كذا، لا تويوتا لا موجود صدقني، ارجع اشبك. والمهم موضوعنا بنحاول نسوي له برمجه. الان بسوي كلير للاكواد، وقت البرمجه بندخل على سبيشال فانكشن، الكمبيوتر بيطلبني بيقول لي طف المكيف، ولكن عن تجربه في سيارات ثانيه من سيارات تويوتا اسويها والمكيف طافي ما تمشي، ارجع اسويها والمكيف شغال تزبط، فبنسويها الان معاكم وبنجرب. هو قال لي طف المكيف، ولكن فعليا انا ما راح اطفيه وبشوف تزبط معايا ولا لا. تمام، بدات الان، خلينا نشوف بيطفى بيشتغل، خلينا نشوف يجي هواء ولا ما يجي. الان بعد ما يرجع يشتغل مره ثانيه بنقول له اوكي، انشالزيشن تمت، مفروض انه يرجع يشتغل لحاله. اشتغل، يلا اعطينا هواء. الهواء على اليمين قوي وعلى اليسار باقي، طبعا الى الان ما تبرمجت، ولكن مع تكرار المحاوله ممكن تمشي. اذا ما مشت معناته الموزع حق الهواء هذا عطلان، لازم يتبدل، لكن بزيد احاول فيها مرتين ثلاث بتشغيل مكيف وبدون، وبشوف اذا زبطت معي رجعت وريتكم اياها. وابشركم كررتها مره ثانيه والمكيف شغال، على طول زبطت. هذا الهواء في الفتحه اللي على اليسار، وهذا الهواء في الفتحه اللي على اليمين. للامانه قوي، لكن اللي على اليمين اقوى شويه، لكن اول ما كان في شيء هنا نهائيا، الهواء كان مره ضعيف. انا بشعور اليد ما ادري، انت جرب صاحب السياره معي شوف يسار كويس، اضعف شويه لكنه ممتاز، يعني الفرق بسيط جدا. بنزيد الثالثه ثابته، لكن بالمجمل بدا يطلع الهواء. طيب اذا انت عندك نفس المشكله في سيارتك بوريك الخطوات باختصار شديد، تروح الفني تطلب منه يدخل لك على نظام التكييف في السيارة إذا كانت تويوتا حديثي، تروح على سبيشال فانكشن، تروح على السيرفو موتور انشالايزيشن وتقول له أوكي، جربها والمكيف طافي، إذا ما مشت جربها والمكيف شغال، اضغط أوكي بس امشي هالخطوات بتلقى المكيف يطفى. شوف الآن المكيف بيطفى بشكل تلقائي وبيرجع يشتغل. طبعا في بعض سيارات تويوتا ممكن تلقى طالع الهواء من فوق، ممكن تلقى جاي من عند الأرجل، ممكن تلقى لخبطة في التوزيع. أول ما يرجع يشتغل كذا يعني تمت عملية البرمجة. وهذا الهواء ما شاء الله تبارك الله، ومثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، الان اموره 100%. الله يبارك له ويعطيه الخير ويكفي شره. بس قولوا لنا اصحاب الهايلندر يقدر يوقف التحكم في التكييف الخلفي من هنا ولا لا؟ لازم يكون فيه، صدقني اعتقد اذا ضغطت رير كلايمت يعطيهم كنترول من الخلف، اذا ضغطت زي كذا ما يعطيهم حاجه زي كذا، اما هذا انه اوف واضح، لكن كذا يعطيهم تحكم او يشيل التحكم، والله اعلم. حاولت ما أفهم. شكرا لكم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتوا من حديثنا ولو القليل.